الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الشاب الأعزب أنه يصطاد ثعبان البحر في المنام، دليل أنه سوف يتزوج فتاة من أقاربه، والله أعلم. صيد ثعبان البحر في منام الرجل علامة على الخير والمال الوفير الذي يحصل عليه. رؤية المرأة الحامل وهي تصطاد ثعبان البحر إشارة على ولادتها السهلة. الفتاة العزباء التي ترى في منامها ثعبان البحر يعوم، دليل على وجود أعداء مخادعين في حياتها. رؤية ثعبان البحر باللون الأصفر دليل على إصابة صاحب الرؤية بمرض خطير، والله أعلم. في منام الفتاة العزباء يشير حلم لسان الثعبان على كلام جارح تقوله في حق الآخرين، أو الآخرين يقولون عنها كلام جارح أو بذيء، والله أعلم. رؤية لسان الثعبان في منام المرأة المتزوجة دليل أن هناك حاسدين في حياتها يريدون أن يفسدوا علاقتها بزوجها، والله أعلم. عندما ترى المرأة الحامل لسان الثعبان علامة على وجود أشخاص يريدون إجهاض حملها، والله أعلم. الرجل الذي يرى في منامه لسان الثعبان دليل على ارتباطه بفتاة خلقها سيء جدا، والله أعلم. قطع لسان الثعبان في المنام دليل أن صاحب الرؤية يستطيع التوقف عن الكلام البذيء، والله أعلم. في رؤية أكل لحم الثعبان في المنام دليل على الرزق بمال حلال. أكل الرجل لثعبان البحر دليل على الخير والرزق الوفير. عندما يرى الشخص بأنه يأكل الثعبان في المنام دليل على تحقيق الخير في حياته. تناول اللحم الحية في المنام دليل على سماع أخبار سعيدة تسبب الفرح والسرور والسعادة لصاحب الرؤية. رؤية أكل لحم الحية في المنام دليل أن صاحب الرؤية يأكل أموال الربا ولا يخرج زكاة أمواله، والله أعلم. رؤية ثعبان بأجنحة في المنام دليل أن صاحب الرؤية يحصل على الكثير من الأموال بكل سهولة، والله أعلم. عندما يرى الشخص في منامه ثعبان بجناح علامة على الحظ السعيد في الحياة. رؤية طيران الثعبان في المنام إشارة أن صاحب الرؤية يبتعد عن أهله، والله أعلم. رؤية الثعبان ينفث سمه في وجه صاحب الرؤية دليل على وجود صحبة سيئة في حياته يفسدون عليه أمور دينه ودنياه، والله أعلم. يعني يا أخوانا يخلي باله، بارك الله فيكم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.